مسكين هناك بلا ما نزيد، مسكين بلا ما نزيد. ها رجعي فوق ديري ديالي انا ديك هنا. السلام عليكم الاخوان المتابعين الكرام، متابعي قناه وادو كاراتي فور اول. كنتمنوا تكونوا مزيانين ان شاء الله. رانا في الحصه 69، غادي نكملوا على الحصه اللي ديال 68، نفس السيستم، جوج الحركات. داك النهار خدمنا غالبا جوج الحركات ديال اليدين، وواحد الحركه وواحد المره خدمنا واحد الرجل واليد. دابا ان شاء الله غادي نخدموا نخلطوا، يا اما جوج الحركات ديال الرجلين بوحدهم، يا اما المهم نوعوا شويه. كنتمنوا الاخوان المتابعين الكرام تزيدوا تشجعونا وتابوناو في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لي كومونتير باش ان شاء الله هذا المحتوى ديالنا يطلع يشوفوه بزاف ديال الناس، وبارطاجيوه باش يشوفوه بزاف ديال الناس. اللي يستافد معنا واللي كيعجب له غير يشوف الاخر الفيديوهات، واللي بغى يتعلم ولا شي حاجه اخرى، ان شاء الله نكونوا السبب ديال واحد شي ناس كينشروا شي حوايج مزيانين، ان شاء الله نكونوا منهم. بسم الله على بركه الله. الاخوه المتابعين الكرام، اولها سيتيسيون خدموها اليوم، اول حاله غادي يخدم يجمع بماشي كيري يتبع له جونزوكي جودان، غالبا كيكون جودان. جودان راه قريبا ما كيخدم حتى تقريبا، وما غاديش تدرب بنادم اللي كان فين كيمشي بنادم ديريكت كيمشي للاخر الوجه. اوس بسم الله يمشي ماشي كيري تشوكي ديريكت. هاد الشيء راه كيكون بالخف، واخا يكون في الزنقه كيضربها يكون واقف الزنقه. واخا كاينين الناس ما مترينيش في اليسار، ولكن كيخدم هذه الحركه، راه ماشي شي حاجه صعيبه. صافي بسم الله سير. انا شفت موش كيري ندافع التوكي ديالو، عاود ندافع. اقرب حاجه هي هذه، هي هذه. صافي سهل كونتر، ولكن خصني ندافع في الاول. نسكيفي غير تكون رجل، نسكيفي شويه، نسكيفي شويه هنا هنا. صافي عندي بزاف ديال لي كونتر، نقدر ندير البالياج واخا هكاك سير. ها عندي البالياج هنا، راه ديالي لي كوت لوكو الجهه ديال الاخر ديال الودان، كاع داك الشيء صعيب. لا سيزي مي مزيانه، غالبا حنا في الكاراتي عندنا لا سيزي سهله، غير كدافع كتحليد كدير لا سيزي باش ما يفلتش، باش يطيح فين بغيتي انت. صافي خدموها بهذا الجهه باش تبان هذوك الحركات ديال لو كونتر اتاك اللي درنا. سير ها لي سكيب، ها كندافع بنفس اليد هنا، راه غير هنا صافي بارك عليك. تزيد له هذه صافي، نشيل البالياج كيف كيف وتخدم. السلسله الثانيه نخدموا فيها جوج حركات ديال الرجلين، اسهل حركه هي هذه وهذه. صافي الاخوان المتابعين سير. دي 3 اي 4 صافي مو شويه بسرعه حتى حنا. دي با ايش غير هذيك ماشي كيري شو ظن غادي يطيح بلو شويه الكونتر اتاك. دي 3 4 مع ماشي شو ظن البليكسيس كتحط ديك الرجل هنا، ماشي كتحط هنا هادي. المهم في هادشي هو السرعة، السرعة ديال رد الفعل. المهم من هاد الجهة هاكيري ماهوش هاكيري. صافي الإخوان، السلسلة الثالثة فيها يوكو كيري وشيرو كيري. نقدر ندافع، نقدر ندافع زيد، نقدر ندافع، نقدر ندير ليسكيب، ليسكيب هنا بلا ما نزيد، ليسكيب بلا ما نزيد. ها رجعي الكوكيري ديالي هنا ديف نفطاريف، هو سريع دار هادي، شفت درت ليسكيب غادي يجي عندي هنا. صافي ننفريد راه خفيف تقدر تكون عاود. هنا اسهل حركة يا كيجي واقف من جيت باش دير البالياج، البالياج اشي باري نيشان هنا غير كيحط رجل ديالو عندك اشي باري
درهنا صافي. اذا كان على برا تلقاو هاديتي درنا نسجلوا ديك الرجل تسجلوا رجلها واقف مشاو صافي مشاو الخدام يقدر يطيح صافي. الى لحقتي عليه زيرو نديرو شي كونترات اخرى كون سريع كون سريع صافي كون سريع والبالياج من طبيعتها. ديروا السلسله الرابعه نديروا فيها واللي غادي يجي الاول يدير اشيباري يجبر يدي يمشي يجي يجبر يدير اشيباري من بعد يكمل عليها يكوكي صافي. عندنا في وادوريو هذه سميتها سوريكوند سوريكوندي يكوكي يعني كتكون هنا كتمشي هكا مثلا هنا يجي يدير اشيباري يخدم يوكوكي صافي. سير هادي في حالة ما مثلا كنا دايرين فضوضش واقفين وصافي ديما كنعاودها ملي كتكون على برا سواء تعرض لك شي حد في الطريق ولا ما توقفش عنده هكا هكا يقدر غير هكا يتيحك ديما وقف شي زين طاي هاد البوزيسيون هادي ماشي بروفيل لا شي زين طاي باش تخدي لاخاطش بروفيل اللي خليتي الدار ديالك وما كتشوفش الا كان شي حد مول هنا الاخر هكا شي زين طاي كتشوفو كتشوف المحيط كامل صافي. تقولوا لي الا كان شي واحد من اللور هو الا كان شي واحد من اللور خصو يشوف فيه خصك تشوف له في عينيه هو الا كان شي واحد اللور لا بد ما يحرك ما يحرك عينيه تعرف انت الا كان شي حاجه الا كيشوف فيك الا باغي يضربك كيشوف فيك غير انت صافي. مثلا الا رانا هنا هو باش يدير اشي باري خصو يتحرك باش يدير اشي صافي راه ماشي ما يقدرش يقدر حتى هنا وتكون واقف يجي يطيح يكون واقف وقف نيشان انا غادي يجي غير هنا وريح غادي يطيح فهمتوا الاخوان راه باش يطيح واحد بنادم راه ساهله ماشي. اذا هنا غادي يدير هذاك الاخر انا واقفين نوقف معاه هكا ويوكو كيل دابا هو باش يدير اشيباري خصو يشوف فين غيدير اشيباري ما يقدرش يشوف هنا الفوق يضرب ماشي ما كيشوفش الرجل فين كاينه الا كان محترف بزاف يقدر يدير ولكن باينه حتى انت كتشوف فيه ملي كتشوف فيه كتشوف كلشي صافي. انا واقفين هنا هنا صافي راه كان حنا كنتكلموا على راك على برا راك في الزنقه غادي يطيح في الطوبي ماشي بحال اللي طاح في الارض يدير شي حاجه تكون فيه شي بليسيغ تكون شي حاجه يدافع الى دار يديه في الارض ولا في الركبه المهم تكون شي حاجه وكتكون على غفله راه اكثر صافي. رانا هنا واقفين لازم ما تروح بلا ما تكمل عليه تقدر دير غير هكا صافي مزيان هذيك فيها الضرب عاودي قبل ما نطيحو نضربو صافي. هنا نضربو هنا عاد نطيحو هنا ونكمل عليه. المهم لي كونتر اتاك اوس والاخوان المتابعين الكرام لي كونتر اتاك خص يكونو سريع وصافي. اي كونتر اتاك كيفما درتيها خصها دير الشوك هذاك هو المهم الاولى الثانيه الثالثه المهم باغي نعاود نزيد لهم الاولى ما نوض صافي بارك عليه حتى يجي البوليس ولا شي حاجه. هاد الاخوان المتابعين الكرام شفتوا الفيديو ديالنا الحركات كانوا ساهلين في الخدمه ماشي ولكن على برا ما ساهلينش حنا عندنا ساهلين كنعرفو نديروهم كنخدموهم ديما عندنا ساهلين ولكن بنادم يتعلم اي حاجه ما صعيباش غير بنادم يديرها في الدماغ ديالو ويتعلمها يتعلمها قال صعيبه راه ما غاديش يتعلمها صافي. حتى واحد ما تخلق هكاك هادو الناس اللي خرجوا الكاراتي ما كانوش تزادوا خدامين الكاراتي تعلموه واخترعوه وخدموا العقل ديالهم كيفترضوا لي سيتياسيون كيتخيلوا الاخر الخصم ديالهم كيخدموا هذاك الشيء راه في الواقع كيتعمد هذا الشيء بحال البونكي دابا في الكاراتي عندنا حنا في الكتامهل كاين البونكي هذا بحال البونكي قتال خيالي ملي كنجيو نطبقوه كنطبقوه يعني دوك الحركات واخا كنخدموهم في الخيال ديالنا كيكون عندهم كيكونوا في الواقع هو بحال هذو الاخوان المتابعين الكرام باش تعلموا هذا الشيء باش تعرفوا هذا الشيء خصكم تدخلوا الليصال باش تعلموا بنادم راه الرياضه مزيانه اولا للجسم ويتعلم بنادم يدافع على راسه من هنا حتى الحصه الجايه ان شاء الله خليناكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.